الى جانب امبولي وبارما وباليرمو لاتسيو كاربع انديه لفتره زمنيه طويله، لكنه ليس اكثر من خارج هذه الكره في هدف اول، هدف اول لمصلحه الغرافه. الغرافه يتقدم الان بهدف الاول في المباراه، وتحديدا بواسطه تارديلي الذي يعيش موسمه الثاني الى جانب الفهود، يتقدم الان لمصلحه الغرافه بالهدف الاول في شوط المباراه الاول. وهذه الكره معك من جديد الان، مصيدة التسلل التي كان ينصبها جمهور الفريق العربي، ثم الكره واصله الى تارديلي بواسطه فهد سطام. كان تفاهم كبير جدا بين فهد سطام وعلى ما اعتقد مارك بريشيانو على الكره الماضيه، لانه او افونسو الفيس، لانه فهد سطام لم يكن متسللا وافونسو الفيس كان متسللا، واعتقد ان افونسو من دعا فهد سطام. الى يوسف حجي، حجي يلعب كره عرضيه، اخيرا جاء التعادل، هدف التعادل لفريق الاحلام. العرباويه يسعدون الان بالعوده القويه من عبد العزيز حاتم. حاتم يسجل هدف التعادل، هو كان الهدف مفروض يجي من اول لعبد العزيز، لكن الهدف تاخر الان، وعبد العزيز حاتم من يسجل التعادل بعد عرضيه روعه روعه كانت رائعه جدا العرضيه من واسطه اللاعب يوسف حجي اللي لعب كره على راسيه عبد العزيز حاتم، وحاتم بعد ذلك استطاع ان يسكن الكره الشباك ويسجل هدف التعادل لمصلحه العربي. 1-1 1-1 ترجع المباراه الان بنتيجه التعادل الايجابي 1-1.